مصرفا الاعتماد اللبناني وفرنسا بنك أطلقا خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم نقابة المهندسين بواسطة بطاقة الائتمان، وبات يمكن للمهندسين تسديد الرسوم والاشتراكات السنوية عبر صفحة إلكترونية تراعي معايير سلامة التسديد. هذه الخدمة أعلن عنها في مؤتمر صحفي. كلنا تفائل بأن تثبت هذه الحكومة أنها حكومة لبنان والأداة الشرعية لتحقيق مصالح المواطن والوطن، وأن تكون فاتحة خير وبداية جديدة للإعداد للاستحقاق الرئاسي ووضع حد للعبث بالمؤسسات. تسديد مستحقاتهم للنقابة أي الاشتراك السنوي وبدلات التأمين كمرحلة أولى عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنقابة المهندسين www.oea.org.lb عن طريق استخدام بطاقة مصرفية صادرة عن أي مصرف لبناني أو عالمي. إن هذه الخدمة سوف تسمح للمهندس بتسديد اشتراكه عن بعد دون حاجته للانتقال إلى مراكز النقابة كما جرت العادة. وكانت كلمات أكدت أن هذه الخدمة ستسمح مستقبلا بتحديث قاعدة بيانات النقابة بطريقة دورية والمتعلقة بعناوين المهندسين وطريقة ممارستهم للمهنة.